حياكم الله، يا اهلا وسهلا. طبعا اليوم طلعه ان شاء الله، في هذه الطلعه ما راح نطول، صيد على السريع ونقرب حظنا في الموقع الطيبي هذا. ما شاء الله البحر، بحر جميل ما شاء الله، على الترالايت ان شاء الله. اذا في صيد راح نوافيكم بالصيد ان شاء الله. طلع ما تعدى يمكن ساعة إن شاء الله، متوكلين على الله. هذا المكان، هذا المكان ما شاء الله جميل جدا، ممتاز للصيد والطعم الحي. لكن أنا راح أقرب الالترالايت، لأني أنا ما يعني ما حصلت طعم، لأن أصلا كنت أنا طالع بس طلعة خفيفة، ومتوكل على الله وإن شاء الله يكون صيد وفير بإذن الله. تابعونا، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ودعم القناة، وإن شاء الله يكون لكم شاهد. تابع. طبعا استخدم الجيك 10 جرام، وعندي السوفت، هذا السوفت، بعد السوفت البرتقالي راح نقرب إن شاء الله. خليكم متابعين. طبعا ما شاء الله اول صيدة جبتها بالـ10 جرام، الـ10 جرام ما شاء الله، بس لا تنسينا هذه الصيدة ما شاء الله. شوف حجمها حلو، صغيرة يعني متوسطة، بالـ10 جرام. هذا اول صيدة والحمد لله توفقنا فيها. طبعا الثانية بالـ10 جرام ما شاء الله، حجم كبير هذا، لكن هذا أكبر عن هذه الحمد لله رب العالمين. الرمية الثالثة وصابت الحمد لله. طبعا هذا الثالثة ما شاء الله بالـ10 جرام بالجرام 10 الجيك 10 جرام ما شاء الله. بس خلنا شوية شل هذا يعني. ما شاء الله تبارك الله، أحجام طيبة الحمد لله رب العالمين. الله كتب لي اليوم بالـ10 جرام هذا للأسماك. طبعا هذه أسماك مهاجمة، فتهجم على أي شيء قدام في طريقها الصغير. الحمد لله هذه السمكة الثالثة، لله الحمد. ضربت عندي سمكة سابقة بس كانت افتلت، راح للجيك ما شاء الله. طبعا هاي الحصيلة الرابعة، يا ما شاء الله، خلنا بس ننزل ما شاء الله. شوف حجم طيبة، كل ما رميت هي أكبر عن الثانية بالـ10 جرام ما شاء الله، حجم طيبة. بعدني السوفت ما قربته، بس هذا اللي قربت. طبعا هذا الحصيلة الثانية الثالثة الرابعة، من الأصغر لحد الأكبر، ومستمرين إن شاء الله. هذا ما شاء الله أبو شامة أو النيسر أو القرآن، طبعا كله باستخدام الـ10 جيك ما شاء الله، حجمه حلو. وهذا ما شاء الله مستمرين في الصيد، الحين أقل عن نص ساعة، أقل عن نص ساعة ما شاء الله وصل. هذا الرمية الثالثة وضرب عليه ما شاء الله ما شاء الله. شو ذا ما شاء الله، طبعا حفاظا عليه عشان ما يخترب. وكذا انتهت رحلة الصيد الحمد لله رب العالمين. الله كتب لنا بالألترا لايت، هذا هي الحصيلة ما شاء الله، هذا ما شاء الله حجم يعني حجم أكبر عن كف اليد، ما شاء الله حجمها طيبة. عندك هذا النيسر وهذا نفس الشيء، هذا النيسر بعد ما شاء الله حجم طيبة. وشكرا على المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة أو فيديو جديد. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا محبي الصيد يعني في أي وقت
يصطادوا السمك في أي وقت فراغهم يصطادوا السمك. هذه العدة البسيطة اللي عنده الحمد لله مكتفي، وأهم شيء الصيد. شوف خالد ما شاء الله قران، وعندك هذا ما شاء الله هذا السمك، يا سلام لذيذ جدا. شوف ما شاء الله حجامه، أحجام كبيرة. ها شوف كيف أحجام كبيرة.